مساء النور، مساء الفل والياسمين من سويسرا الجميلة. كنا تشوفوا المناظر الطبيعية الخلابة اللي ورايا بشي يعمل كيف حاجة مزيانة. حبيت الفيديو بتاع اليوم يكون خارج على الفيديوهات الاعتيادية اللي سنستكم بيوم داخل الشاحنة. قلت علاش ليه نستغله الطبيعة المزيانة متاع سويسرا ونعملوا الفلوج متاعنا ونحكيوا على الموضوع متاعنا البرة من الكاميون. كنا تشوفوا هنا كل ما تمشي وين تمشي تلقى البقرات هذوما الديكور، خاطر سويسرا معروفة بالحليب ومعروفة بإنتاج اللحوم والبقرة بصفة عامة. فوالا، قبل ما نبدأ الفلوج متاعي حب نوجه تحية الميكانو ونقول لكم تابعوا الفيديوهات متاعه، بالحق معناها شاب طموح، برشا معلومات مزيانة، ديما يعطي معلومات، ديما ينصح في العباد، ديما يعطي في حاجات أنا بذي نتعلم منه في برشا حاجات. ألور ما تنسيوش تبعوا صفحة الميكانو. قلت لكم البلاصة هذه اللي باش نعملوا فيها الفلوج اللي باش نحكيوا فيها. ساعة قبل كل شيء، ما دمنا احنا موجودين في سويسرا، نعطيو فكرة على العمل في سويسرا والخدمة في سويسرا والرواتب نتاع سائق الشحنة في سويسرا. لهنا يتسموهم من أكثر الرواتب المرتفعة مقارنة بأوروبا الكل. معناها هنا في سويسرا معناها تلقى شوفير يخدم كل يوم يعمل في 15 ساعة ويروح للدار، السالير نتاعو معناها تلقاه يتروح في اللورو بين 4000 بين 3500، وفما حتى أكثر، فما اللي يوصلوا حتى ياخذوا 5000 أورو في الانترناسيونال. سويسرا الأجور نتاعها مرتفعة معناها مقارنة بأوروبا، لكن زاد هذا ما يمنعش اللي الشتوية والأداءات هنا معناها زاد مرتفعة وغالية. هنا المعيشة ياسر غالية، معناها كي نقولوا احنا من الكري بالسكن للماكلة لكل شيء، كل شيء غالي، الأداءات غالية، حتى الخطايا غالية. أنا كي ندخل سويسرا تلقاني خايف من الخطايا وخايف من الرادارات، خاطر بالحق الخطايا نتاعهم لهنا غالية. لكن سائق الشاحنة في سويسرا السالير نتاعو بالحق سالير مرتفع، الراتب نتاعو نجم نصل حتى 5000 يورو، معناها بين 3700 حتى 3500 حتى 5000 يورو. شو الموضوع نتاعنا؟ الموضوع نتاعنا باش نحكيو على البرمي دو ترافاي. سبق انه حكيت عليه الموضوع هذايا، لكن ديما فما عباد تسال، ديما فما عباد تجي جديده ما تشوفش الفيديوهات القدم، هذاك علاش اوبليجي عليا باش نعمل ميزاجور وباش نعاود ديما نوصل المعلومه للعباد اللي تحب تطلع من تونس اللي برا تخدم اون طونك شوفور روتيي. ديما نحكي على المهنه نتاعنا اون طونك شوفور روتيي، كي سوا معناها شوفور تاع ترونسبور دو مارشانديس ولا ترونسبور كوما الكار ولا السيمي. كيفاش تصير الخروج؟ برشا عباد يقول لك ديما كونترا، راهو الكونترا ما هوش هو الكونترا اللي خرجك. برشا عباد ما يعرفوش، وذي اللي حبيت نركز عليها وقلتها ديجا قبل، راهو مش الكونترا هو اللي خرجك، الكونترا ما يخرجكش، راهي برمي دو ترافاي هي المهمه، هي اللي تعمل، وهذيك يتزاد معها الكونترا وتتبعث وقت انت تقدم على فيزا وليبرجمون دو ترافاي. فاش تصير يا اما عندك كونتاكت ديريكت بالشركه أجنبية في أي دولة في أوروبا، عندك كونتاكت ديريكت بيهم وتعرفهم وهما طابلين باش يتكفلوا بيك، يطلبوا عليك الأوراق نتاعك، يقول لك جيبوا لي الأوراق نتاعك اللي هي معناها شهادة عمل في تونس والباسبور نتاعك والبرمي نتاعك، وإذا كان عندك شهادة دي إير وال كنا نقولوا احنا ساعات يطلبوا عليك حتى شهادة طبية والبسيكو تيست إلى آخره، يقول لك هذوما لازمك تترجمهم لي باللغة اللي هي في البلاد اللي موجودة فيه، ويتبعثوا وهما يمشيوا يهزوا الأوراق هذوما الكل، يصبوا في إدارة الهجرة والأجانب، يقول لهم راهو الشخص هذا راني معنا نحب نجيبوه لهنا باش يخدم. إدارة الهجرة والأجانب بعد ديما فما ستة شهور، ثلاثة شهور، أربعة شهور، أنت والدولة وأنت والبلاد، يقعدوا هما يدرسوا في الملف يشوفوا الشخص هذا منا من غادي، إذا كان فما ورقة ناقصة يبعثوا للشركة يقولوا زيدوا الورقة هذه، نقصوا الورقة هذه، وبعد ذلك تصير عملية القبول ولا الرفض. إذا كان تصير عملية القبول تتبعث لبرجمون دو ترافاي، يتبعث للشركة، والشركة وقتها تولي تعمل كونترا دو ترافاي مع لبرجمون هذاك، وتبعثوا للسيد اللي هو في تونس، والسيد اللي في تونس وقت يولي يصب الأوراق نتاعه في السفارة باش يقدم على تأشيرة عمل. وبيان سور السفاره راهو مش كي تاخذ ليبرجمون هذيك الورقه هذيك معناها راك انت سيخ ذيك الفيزا، لا، هذيك ديجا انت معناها لهنا الدوله كي نقول احنا اداره الهجره والاجانب متكفي بالشروط الكل. هذا ما يمنعش اللي راهي السفاره معناها توتالمون ديفيرون، معناها عندها اجراءاتها هي وعندها لي بروسيدور هي وعندها دراسات اخرى وعندها منهجيه اخرى في دراسه المطلب، معناها ماهيش نفس المنهجيه نتاع اداره الهجره والاجانب اللي تعمل منها ليبرجمون هذا.
هم بعدك هي تعيط لك في انترفيو السفارة وتقول لك وتسألك وتطلب هي الشريكة زادها السفارة تطلب الشريكة هذه تسألهم كيفاش عرفتوا السيد اسك عرفتوا بار انترنت مين جبتوه اسك عرفتوه شخصيا ولا لا هذه كيش تصير من بعد كل سفارة تعطي ديسيزيون إذا كان سفارة أعطتك الفيزا متاعك أنت كي باش تطلع أول حاجة باش تعملها خاطر أغلبية الدول ما بتعرفوا البرمي التونسي مش معترف به باش تمشي تعاود تعدي البرمي متاعك كينا مثلا اللي يطلع لكندا ولا اللي يطلع لانجلتير ولا يطلع لألمانيا عنده جست 6 شهور هاو باش يسوق بالبرمي متاعو جست كاتيجوري بي هاو كون بعد باش يعاود البرمي متاعو يعاود البرمي متاعو بعد ما يعاود البرمي متاعو يمشي يعمل الفيمو اللي هي الفورماسيون انيسيال مينيمال اوبليغاتوار شهادة الكفاءة المهنية وفيها امتحان نظري وامتحان تطبيقي وكي تنجح فيهم يعطيوك شهادة الكفاءة المهنية معناها انت وقت اللي تصير الموافقة متاعك عند السفارة والسفارة باش تدرس الدوسي باش تثبت في برشا حاجات وباش تسأل واللوجمان والسكن خاطر هي الشركة كي باش تخرجك لازم تضمن لك السكن وتعرف هي السفارة اللي انت كي باش تطلع اليوم ما تنجمش تخدم من لو دغدا تصبح تخدم على خاطر الشوفير تي عنده اجراءات يعرفوا اللي راهو معناها البرمي نتاعك لازم يتبدل ويعرفوا اللي انت باش تعمل الفيمو لازم تطلع كارت كونديكتور ويعرفوا اللي فما اقل حاجة مدة 6 شهور اللي انت باش تقعد فيها بطال الور كستة شهور هذوكم شكون باش يريكوفري شكون باش يتكفل بيك في المعيشه نتاعك في السكن نتاعك في السالير نتاعك الور الشركه لازمها تكون قادره وعندها وقت وعندها وسع بال باش تريكوفريك. نجيو للمرحله الثانيه، المرحله الثانيه عن طريق مكتب التوظيف بالخارج. احنا في تونس عندنا مكاتب توظيف بالخارج يا اما وفما مكاتب توظيف بالخارج بريفي عندهم متحصلين على رخص من عند وزاره التشغيل والتكوين المهني وفما مكاتب توظيف ما مش متحصلين ويخدموا ويطلبوا على العباد فلوس. وفما زاد وزارة التشغيل والتكوين المهني هي بيدها تهبط ساعات دورات للخارج كنا مثلا عن طريق مثلا لاتي سي تي ولا عن طريق لانيتي يهبطوا دورات مثلا لكندا دورات لفرنسا دورات خاطر هي شنو تصير مثلا كندا تلقى مثلا حاجتها ب 5000 6000 شوفير بار اكزامبل باش توزعهم هي تتعامل معاملات مثلا تبعث لتونس تقول لهم راني مثلا انا حاجتي ب 1000 شوفير تبعث للهند تقول لهم راني حاجتي ب 1000 شوفير وتونس هي الوزاره التشغيل والتكوين المهني تعمل مناظره يجيوها 10000 15000 تغربل منهم تجيب منهم كل الالف هذوك اللي حاجتهم بهم كندا وتبعثهم هذا شو يصير وفي في البروسيدور هذه للاسف ساعات تجم تصير معناها تدخلات ولا اكتفاء وفما مكاتب التوظيف البريفي اللي ساعات يطلبوا فلوس رغم اللي القانون يمنع معناها باش يمنع على اي انسان معناها على اي مكتب توظيف كونه ياخذ من الانسان اللي يحب يخدم ياخذ عليه فلوس هذا في القانون ممنوع لكن قاعده تصير هذا الطريقه معناها بريسك الاسهل برشا عباد اللي عندهم فلوس ويحب يطلع لبرا مكتب التوظيف بالخارج واللي هو يتكفل بالاجراءات هذوما معناها انا حبيت نفسر لكم اللي راي الحكايه ماهيش كونترا خاطر كونترا هو ورقه على حبار ما عندوش حتى اهميه ليه وما رد بالكم تيحوا في بيج متى واحد باش يتحيل عليكم يقول لكم نبعث لك كونترا راي ماهيش بعثين كونترا راي الحكايه كل ايبرجمون واللي برجمون ما تتعمل الا ما اداره الهجره والاجانب تثبت في الدوسي نتاعك اذا كان الدوسي نتاعك بعثته الشركه شركة طول متاع ترانسبور يثبتوا معها ويسألوها على البروسيدور كنا قلت لكم يشوفوا منافق البريود هذيك متاع 6 شهور الأولانية 3 شهور الأولانية شكون باش يتكفل بيه وين السكن شكون باش يخلصوا إلى آخره يثبتوا في الشركة إلى آخره يثبتوا في كل شيء ويعطيوا ليبرجمون ومن بعد ليبرجمون يولي يتزاد معاه الكونترا يتبعث لتونس وكيف كيف في تونس يدرسوا ويخرجوا عندك الحاجة الثانية الدورات متاع الريكروتمون اللي تصير كنا قلت لكم اللي تابعين وزارة التشغيل والتكوين المهني وإلا مكاتب التوظيف بالخارج كسسوا اللي متحصلين على رخص من عند وزارة التشغيل والتكوين المهني وإلا البريفي اللي ما مش متحصلين هذوما اللي نجموا يتكفلوا بالدوسي متاعك ونجموا يتكفلوا ويعملوا البروسيدور هذوما باش نجموا يجيبوا لك ليبرجمون دو ترافاي ونجموا يخرجوك البرة معناها أهم حاجة وأهم ورقة هي مش الكونترا دو ترافاي هي ليبرجمون ولا تستاسيون اللي تتعمل واللي تعملها لك الشركة ومن بعد في السفارة هذيك يولي موضوع ثاني معناها أنت كي يجيك ليبرجمون وتجيك معاه الكونترا دو ترافاي أنت وقتها تمشي تصب في السفارة موعد والسفارة كنا قلت لكم وفسرت لكم باش تتصل بالأشخاص اللي كسسوا بالكفيل كسسوا بالشركة كسسوا بالأجونز الأجونز اللي خرجتك بالمكتب التوظيف اللي خرجك وتثبت في اللي ديتايل كل تدرسك أنت وتحكي معاك وتشوفك أنت اسكو متمكن باللغة اسكو تحكي اللغة اللي تاع البلاد باش تمشي لها اسكو تحكي أقل حاجة إنجليزية ومن بعد هي عينا ميزانة اسكو تعطيك تأشيرة العمل وإلا لا ملخص الحديث حبيت نقول لكم راهو الكونترا وحده ما عنده ما يعمل ما يقضيش راي اهم ورقه هي ليبرجمون ولا لاتستاسيون دو ترافاي اللي باش تجيك ولاتستاسيون دو ترافاي من بعد الكونترا
وراك يجيك لا تستاسيون ما يمنعش اللي راه مش معناها انت سيئه راك باش تخرج راك باش تتعدى على السفاره والسفاره هي اللي تقرر اسكو تعطيك الفيزا ولا لا بخلاف كل شيء هي عندها دراسه للدوسي نتاعك وتنجم معناها تتم الرفض للدوسي نتاعك وما تنجمش تعمل تنجمش تحاسبها ما تنجمش تعمل لها حتى شيء ساعات تلقاك شروط بكل متكافيه الاوراق الكل عملتهم شروط الكل وفرتهم والسفاره تقول لك لا ما نعطيكش الفيزا وما ما تنجمش معناها تاخذ جوستيفيكاسيون من عند السفاره علاش ما تعطينيش فيزا هذاك علاش اللي يحب يخرج واللي يخمم راه المعامله تصير يا اما عن مع شركه مع يا اما عن طريق مع شركه تعرفها وتكون المعامله اون ديريكت يا اما عن طريق مكاتب التوظيف والتشغيل بالخارج اللي موجودين في تونس والا تتعامل مع الدورات اللي تهبطهم وزاره التشغيل والتكوين المهني هذوما اهم حاجه الانسان اللي باش يخرج بيهم وحاجه ثانيه كونك تكون معناها ملم باللغه الانجليزيه اقل حاجه لازم تعرف تحكي لغه اذا كان تمشي لفرنسا تحكي فرنسي ما يقلقش اذا كان تمشي لايطاليا وانت تحكي ايطاليه ما يقلقش اذا كان تمشي لالمانيا وانت تحكي المانيه ما يقلقش لكن تمشي دول اخرين وانت ما تحكيش لغتهم وما تحكيش انجليزيه راهو صعيب وصعيب حتى السفاره باش تقرر معناها تعطيك ديسيزيون باش تطلع تقول لك انت باش تطلع وانت ماكش ما تعرفش تحكي اللغه وبيان سور زاد الاكسبيريونس نتاعك حاجه مهمه ان شاء الله ربي يسهل للناس الكل نعاود دوكم للمرة الأخيرة راهو الكونترا حبار على ورق كونترا وحده ما يقضيش لازم ليبرجمون دو ترافاي هي أهم حاجة تعملها لك يا إما الشركة يا إما الكفيل يا إما الكفيل بمعنى أو مكاتب التوظيف بالخارج وإلا الدورات اللي تصير عن طريق عن طريق السفارات ولا عن طريق وزارة التشغيل والتكوين المهني هذوما الطرق الوحيدة اللي باش تخرج ما تسموش العباد يقول لك نبعث الكونترا نبعث الكونترا راهي الحكاية مش مربوطة ببعثين كونترا الحكاية مربوطة بالليبرجمون وإدارة الهجرة والأجل إن شاء الله تكون وصلت المعلومة إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو قابلوا في فيديو واحد آخر السلام عليكم.